اهلا بكم مشاهدي تلفزيون اليوم السابع من سوق الشيخ حسنين بمدينه المنصوره. احنا متواجدين دلوقتي مع اقدم بائعي العملات القديمه بكل انواعها في مدينه المنصوره، واللي بيهتموا ان هم يبيعوا كل انواع العملات سواء كانت العملات المصريه او العربيه او الاجنبيه. دلوقتي احنا هنتكلم معاهم وهيقولوا لنا اكتر عن اسعار العملات القديمه، واللي يعني بقت يعني تشغل اهتمام عدد كبير جدا من محبي العملات القديمه، اللي بقت تمثل ليهم ربح وتحقق لهم ربح كبير من خلال عمليه شرائها وبيعها. اهلا بحضرتك. صح. عرفني بنفسك. الاخ الشريف عمار من المحله الكبيره، من هوايه العملات القديمه باخدها هوايه وباخدها تجاره. اهلا بحضرتك. الله يخليك يا فندم. عايزك بقى تقول لي بقى اسعار العملات النهارده ايه؟ والله بالنسبه لاسعار العملات، هي الغالي عندنا الملكي. بس الملكي اللي بيبدا مثلا من الاصدارات الاولانيه من ايام الملك فاروق، ال 100 جنيه الملك فاروق بتبقى غاليه حسب حالتها وحسب من اللي وقع عليها وفي عهد مين واصدر. اكبر 4 جنيهات في مصر دلوقتي هو الجنيه سيادتك، اللي هو الجنيه الجمالين دي، كان نادر لان طبع ايام عباس حلم الاول، وكان في عهد ملكي اتوزع على المماليك. تاني اصدار كميته بسيطه بتاعه اللي هو الجمالين. هات يا عم احمد الكوبن اللي معاك، مره للاستاذ 3 ورقات الكوبن، في جمل وفي جمالين. يعني موجود معانا بس الكوبن مش الاصلي. الاصلي نادر. لان هو اتوزع على المماليك، وفي ناس عندها في مصر زي الباشمهندس مجدي حنفي ده كبرنا. توريني برضه؟ هات يا عم احمد اللي هي الورق اللي هو الست. ده سيادتك اللي هو ايه الاصدار الثاني، اللي هو الجنيه المعبد، اللي هو الكوبن بيبقى نفس ده بالظبط. يعني ده جنيه جمالين؟ لا دي جنيه المعبد. جنيه معبد تاني بعد الجمالين، ده الاصدار التاني. والاصدار التالت تقول لي على سعره؟ ده بيبدا مثلا عن حالته كده بيعمل له من 13 ل 14000 جنيه. يعني ده دلوقتي من 13 ل 14000 جنيه. ده سيادتك الاصدار التالت اللي هو الجمل واحد. وريني. ده الجمل. الاصدار الاول. في كوك وفي لوس اللي مضى عليه التوقيع الاول بيبقى غالي شويه عن التاني. وده نوضح للناس، ده الجنيه الجمل. ده الجنيه الجمل ده لا ده حضرتك برضك، وده الكوبن مش الاصل. وده الوش وده الظهر بتاعه. الاصلي نادر جدا مش لا موجود سيادتك في السوق، بس حسب ان انا ما اقدرش، انا راجل بياع اجيب جنيه ب 13000 جنيه اجي ابيعه هنا. ايوه فاهماني؟ اما واحد يكون غاوي وهيدفع فلوس باخد منه عربون واجيبه له موجود. بالنسبه حاليا دلوقتي اللي عندنا حاجات اهلي وحاجات مركزي. احنا بنقول العملات دي كنز لان اصدارها حاجات. كان الملك فاروق كان بيروح ايام الاحتلال الانجليزي، كنا بريطانيا كانت مديونه لنا. تمام. وكان بيبعت الملك فاروق يبعت الورق ده ببريطانيا ورق كتان اصلي. طب قول لي كده بقى اسعار واحده. الاسعار سيادتك عندنا مثلا نبدا من 10 جنيه الحمراء. بس عشان نوضح للناس قبل حضرتك تكمل، ان لما بنقول الاسعار بتتراوح، يعني لما نقول ان الشلن من يبدا من 5 ل 40 او 30 الف، ده معناه مش ان هو ب 40، لا على حسب جودته وتاريخه. الله ينور عليك. يبدا ب 5 ويوصل ل 30 مثلا. ده الحقيقه اللي احنا بنتكلم فيها بالظبط. ده اصدار مثلا عندنا زي 10 جنيه حمراء، دي تاريخها بيبدا من 51 من فكر اللي مضى عليه. طبعا الاصدار الاول يختلف عن الاصدار الثاني. قول لي كده الفرق. الاصدار الاول بيبقى غالي شويه لان بيبقى اول نسخه، انطبع منه مثلا كام باكو اصداره وبتاع. اما دي عبد الفتاح، ده عبد الحكيم عبد الفتاح، ده الاصدار الثاني. بتبدا الورقه برده من 150 جنيه ل 200 جنيه حسب حاله الورقه. حسب جودتها وطريقتها. ورقه نظيفه ما عادش فيها كتابه، ما فيش فيها قطع، بتتمسكي فيه. في سيادتك تاني ال 10 جنيه اللي هي البصلي. اسمها ايه؟ اسمها ال 10 جنيه بصلي. تبدا من 150 جنيه ل 200 جنيه حسب برضه حاله الورق. طول بالك يا احمد. اديني بقى صوره كمان عشان اظهر لان انا تاجر كبير. ماشي. ازيك كل سنه وانت طيب عامل ايه؟ ودي سيادتك ال 10 جنيه الثالثه اللي احنا بنتكلم عليها ديت اسمها ال 10 جنيه المدنه اللي هي الحمراء.
بتبدا برضك بايه من الجنيه حسب حالتها وحسب مين اللي وقع عليها. حاله الورقه ليها توقيعين يا عم احمد، دي توقيع ودي توقيع. في سيادتك تانيه جنيهات زي دي كده اسمها اهلي، وفي مركزي. الاهلي مش موجود حاليا معانا، المركزي بيبدا من 100 جنيه ل 120 جنيه. انا الاستاذ بتاعكم، انا اللي اتكلم يا عم. خلاص بقى والنبي اسمع، انت وقفت حنا كده اهو، ما لا بيع ولا شراء، قاعدين نتكلم. ماشي يا عم احمد، معلش ملاش بركه الا الاستاذ. يا عم والنبي مع النت دلوقتي، ارجع بقى ورا شويه عشان نعمل. ارجع ورا. ودي ستك الربع جنيه الازرق. دي ستك الربع جنيه الازرق. ربع جنيه الازرق. الازرق تاريخه ايه ده بقى؟ قول لي. ده تاريخه من 64. في كوك. ثانيه احطه هنا. اتفضلي ست. ايش كلمني عنه بقى ده؟ ده الربع جنيه ده بيبدا من 25 جنيه لغايه 100 جنيه حسب حاله الورقه. يعني مثلا الورقه زي دي، ورقه زي دي حاليا دي لو تعملها 25 جنيه بحالتها دي. لا دي حالتها يعتبر يعني 50% بالظبط. 50% بالظبط. وفي سيادتك تاني عندنا جنيهات زي دي كده برضو، محمد ابراهيم بيبدا من 30 جنيه ل 10 جنيه حسب حاله الورقه وحسب توقيع. ممكن حاجه كده توريني ورقتين تقول لي دي حالتها افضل من ده، عشان الناس برضه. ماشي أفضل. ماشي ست، في ستك شيل الانصر زي ده. تمام. دي اللي على نقول انصر ان هو ما اتلمس ولا عليه خدش ولا عليه حاجه. وريني فعلا جودتها عاليه جدا. جودتها عاليه اهي، بس حسب توقيعه. التوقيع دي ب 20 وده ب 10. وريني الفرق، لان دي محمود الدين الغريب ودي على لطفي. وفي سيادتك شيلن زي ده برضو ب 20 جنيه لان محمد ابراهيم نادر الاصدار ده. نادر كمان جودتها حلوه وجودتها نظيفه ومفيش فيها قطع ولا كتابه. ده ب 20 جنيه يا عم، ده ب 5 جنيه. ما هو في بخمسه يا عم محمد، وفي ب هو ده بخمسه محمد ابراهيم. لا احنا دايما بنأكد الاسعار تتراوح. ايوه، ما نقولش سعر محدد بس عشان عم احمد زعلان. عم بقى شغلنا بقى، بس عم احمد ما بيبيعش، بيهاج علينا الناس. فرق. قول لي بقى بيت ال قول لي الكلام اللي بيقولوه غلط. ربع جنيه دي برضك ربع جنيه تاني. ما هو مش هينفع. بص يا استاذ، مش هينفع الا في القاع عشان كده نسوق وبتاع. كمل، انا معاك. الناس بتشوفك وبتسمعك، وريني ايه الفلوس اللي عندك. خلاص يا ابله والنار وحن فيفتي. وفي 50 قرش زي دي ستك. وحن فيفتي ورنا يا ابله بقى، اعمل معروف. من 15 ل 20 جنيه حسب حالتها. حسب حالتها. تاريخها ايه دي؟ تاريخها 78. 78. 78. دي تعتبر جودتها كويسه صح؟ لا جودتها 50%. في انصر عن كده كمان. 5 جنيه دي. وده شفت سيادتك الجنيه ده صورتيه؟ مصوره اهو. قول لي ده عنه. من 20 جنيه ل 25 حسب حاله الورقه. حسب ده وحسب توقيعها. لها ثلاث توقيعات. قول لي يعني ايه التوقيع ده بقى؟ في مثلا في اصدار لمحمد ابراهيم، وفي احمد زيزو، وفي كوك. ده التوقيع. وفي قصدي نظمي. في سيادتك بقى اللي هي الملاليم وحاجات فضيات. فعندنا مثلا ملاليم فاروق، ملاليم فؤاد. الفضه دي بقى هي مش فضه، هي معدن. في منهم فضه. هو الملك فاروق والسلطان حسين كامل عملوا ثلاث تطقم، في طقم ذهب وفي طقم فضه وفي طقم نحاس وفي طقم معدن. يعني ده الفرق بين الثلاثه صح كده؟ ده سيادتك المعدن، وده النحاس، وده السلطان حسين كامل عمل برضه كتر. ده سلطان وده سلطان. بقى اسعارهم دي سيادتك دي بتبدا مثلا حاله ديت، مثلا لو حالتها انصر بتعمل لها مثلا 25 أنصر 30 يعني جنيه. حالته كويسه. انصر اكنه طلع من البنك ما اتلمس. هو فعلا شكله جديد يعني. هو ده مش انصر ابوي. انصر ابوي بيقولوا عليها مثلا ايه 80%. ممكن 80%. تديله فرصه يتكلم. تعالى كده وفي سيادتك بقى حاجات تذكاريه، دي شقات منها فضه وفي منها بتاع. معاك حاجه ثانيه؟ في معايا سيادتك دول اجنبيه بقى. يا ريت وريني. هي الناس حابه تعرف الموضوع ده، شغل اهتمام الناس جدا.
ازاي بقى الناس تعرف تفرق بين الاصلي والمضروب؟ حضرتك سمعت؟ سمعت. اي ورقه مضروبه سيادتك احبارها لو حطيتها في نقطه ميه ومسحتيها الاحبار بتطلع، تعرفي ان هي مضروبه. يعني لما تيجي تمسك اي ورقه من ديت اصليه مهما تحك في ايدك كده عمرها ما تطلع في ايدك حاجه احبار، لان ده ورق كتان كان بيتباع في بريطانيا. ايوه مهما تعملي ما فيش حاجه فيها، ايدي ما فيش فيها حاجه. او ورق الورق المضروب بمعروف، ودي فيه علامه مائيه ما فيش تزوير فيه. دي اوروبيه بقى، بس الاوروبي اعتقد جودته كويسه يعني. لان في ورق بيبقى شغال وفي ورق ملغي. وريني ورقه. ما شاء الله الناس متجمعه عليك. الناس متجمعه يعني. ده تركي سيادتك. قول لي بقى كل عمله تاريخها وسعرها. هي دي مش دول مصريه، دي دول مثلا دول اوروبيه. أيوة بنتاجر فيها. في ناس بتبقى تحب تجمع الاوروبي. تمام. كلام من ده. ده تركي. سعره ايه؟ بيبدا مثلا حاله الورقه برضو لما يكون حالتها نظيفه بنبيعها مثلا ب 20 ب 25، في ناس بتجمع. وده روسي. سعره ايه برضو؟ برضك حاله الورقه ممكن مثلا تبدا ب 30 40، لو ورقه مثلا قديمه ممكن تعمل فلوس. قديمه في تاريخها. قديمه في تاريخها في الاصدار الاول بيعمل فلوس، ممكن تعمل مثلا 500 جنيه الورقه. أيوة. لان في ناس بتجمع القديم. أيوة. كل بلد زي عندنا كده مثلا، ليه الجنيهات بتاعتنا غاليه؟ القديم غالي، الجديد ما هو رخيص. وواضح من كلام حضرتك ان العمله المصريه برضو اخذت. طبعا ان العمله المصريه مميزه، من اندر عملات اتعملت في العالم. بالزبط. كله هي العمله المصريه مميزه كمان من بعد الملك فاروق، لان كانت مصر كانت الاحتلال البريطاني كنا مدين ب 87 مليار. النهارده تمام كملي. وده دول افريقيا. دي عمله افريقيه. شكلها دي برضو حالتها كويس. حالتها 80%. بكام دي بقى؟ من 20 ل 25. تمام. دوله الصين الصينية اسعارها، قول لي سعرها. قول لي من 10 ل 15 يعني اسعارهم برضو بسيطة. لا 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 يعني الاغلى العملات المصرية. طبعا العملات المصرية نادرة. دي عملة ايه؟ دي عملة بلد جنب افريقيا كده برضو. حضرتك ما انا اسف، في واحد بيبقى هاوي. عملات عربي؟ في دول عربية. على الدينار العراقي موجود ست معانا. وريني كده الدينار العراقي. في 25 دينار عراقي صدام. الورقة طبعا حالتها حلوة ونظيفة. دي حالتها نظيفة. ده بعد الـ 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 ايام ما حصلت الجودة بتاع العراق والكلام من ده في الاوضة ديت. وطبعا هو بقى غيروا الطبع، غيروا تبعه. هي من الغزو كان في 91 تقريبا. دي بقى اسعارها ايه؟ دي من 20 ل 25. الناس بتاخدها تذكاري لان بنروحها في صدام حسين يعني. وده سوري برضو سيادتك. قول لي الاسعار. من ايام حافظ الاسد. ده سوري من ايام حافظ الاسد. بتبدا من 20 ل 25. وده مثلا درار ليبي من 10 ل 15 بتاع القذافي. هي أندر عملة اتعملت. بنقول عليها أندر عملة لأن حالتها حلوة وجودتها حلوة. كل الأحبار. دينار عراقي برضه. بس ده تاريخ تاني ده. تاريخ تاني، ده إصدار الأولاني. ده سعره إيه؟ بيبدأ من 20 ل 25 جنيه، لأن معظم الناس بتحب الهويات المصرية. لأن هي أنضف حاجة. شكله قلت لي
شكل مميز وخامه ونظافه ما تدوريش. ده الماني. العمله البريطاني برضو غاليه اعتقد. بس الاصدارات القديمه. لان هم بياخدوا برضو القديم الحاجات الحلوه بتاعتهم، مش الاصدار الاول ولا الثاني. في مثلا الاصدار الاول بيعمل فلوس. واكد للناس ثاني يا جماعه الاسعار تتراوح على حسب ايه؟ حسب الجوده وحسب حاله الورقه وتوقيعها. بالظبط. وحسب توقيعها. لما نقول ان السعر بيصل لكذا ده معناه ان هو يعني هيصل للمبلغ ده لو كانت جودته عاليه. يعني ده لبناني قديم قبل القذافي، ده غالي. بتعمل ورقة من 50 جنيه لأن ده أول إصدار. أيوة فعلا. وطل الورقة لما يكون في البراشات زي بتحافظ عليها. ما أنا ملاحظة إن حضرتك بحافظ عليها وحاجة نظيفة، بتحفظ الورقة لا بتتلمس ولا بتعمل. ده برضو 5 ليرة لبناني. إصدار أولاني. من 20 لـ25. اصدار اولاني. اصدار اولاني يعني اول طبعا. بالظبط. بنقول عليها اول طبعا. العلامه المائيه بقى اللي بتبقى على العمله بتبقى برضو دليل ان العمله حقيقيه. يعني وريني كده ورقه مثلا سيادتك اهيت، لما تيجي تبص في الشمس بتلاقي لها صوره خيال. والورقه ذات نفسها لما تيجي تمسكها زي ما فهمتك الاحبارها ما بتطلعش، تعرف ان الورقه سليمه. تحط ايدك مهما تحك فيها كده ايدك ما بتطلعش حاجه. ده نظيف. سعودي بقى وكده. اجيب لك سعودي. معاك كل حاجه. ما شاء الله حضرتك بيجي لك برده ناس من المحافظات قلت لي. في ناس مثلا واحد في دوله فلسطين عاوز يجمع فلسطين، لان هي لو في عملات بتبقى غاليه مثلا قطر ودبي. قطر بتشتري اي عمله ايام ما كانت الدوله مع بعضها. ممكن الحته بتاع قطر تعمل فلوس. قطر ودبي زي مثلا قطر ودبي اللي هي ايه، كان في قطر وفي دبي. هي عاوزه تحرق اي عمله ايام ما كانت مع دبي. أيوة. بتبقى عملتها نادره، بتبقى غاليه. غاليه. ده في طن بتعدي ال 100,000 جنيه من حضرتك. طلعت لي اللي هو الجنيه الجمل والجملين وعندهم على طول رقم غاليين. طبعا. قلت لي قول للناس تاني اللي هو لا هو سيادتك الجنيه الجمل هو اكبر اصدار جنيه عالي اللي هو الجماليه. وطبعا مع الناس دي كلها ما شفتوش، لا جدهم شافه ولا ابوهم شافه ولا جده شافه ولا بتاع شافه. انا بقى لي 20 سنه في العمله ما شفتش الجنيه الجمالي الاصلي الا عند المهندس مجدي حنفي في مصر. ده الوحيد هو اللي هوانا العملات كلها. بالنسبه للجنيهات الثانيه اللي هي الاصدار الثاني اللي هو المعبد وجنيه جمل وجنيه الفلاح اللي هو عم بإدريس، دول موجودين منه. ويبدا الجنيهات من بتتراوح حسب الورقه وحسب توقيعها. في كوك وفي لوس، دول اللي غاليين. كوك اغلى من اللوس بالنسبه في الاسعار. ممكن مثلا الكوك ده يفرق على المحافظ ده في الاصدار الاول والاصدار الثاني بيفرق مثلا من 2000 ل 3000. العالم واسع. واسع. دنيا تانية العملة دي موال. ما فيها حاجات مهتمية وبيحبوا ان هم يبيعوا ويشتروا بقى بيعمل ربح. والله احنا ما بندي المعلومة لأي حد. ما بنخبطش على حد في المعلومة. وريني معاك ايه تاني. واحنا بنحب الواحد اللي يكون هاوي لأن بنحترمه، لأن دي هواية بتعرفك تاريخ مصر وأنشأت أيام مين. دي أحلى حاجة حضرتك قلتها، مش مجرد بيع وشراء بس. لا لا لا. لا. في سيادتك مثلا شيلانات زي دي بقى اللي هي الرخيصه اللي الناس بتجيبها لنا، اقول له ده شيلن ب 40,000 جنيه، الشيلن من ده ب 3 جنيه لان متبهدل قوي. حالته بالظبط، حالته وطبعا متبهدل. وطبعا توقعاته كلاتها ميته. عشان نبقى الناس تفهم اللي معاه شيلن ما يفكرش ان الشيلن ده بيجيب. هو الشيلن يوصل ل 40,000 لو كانت حالته. لا 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 مش كده. في سيادتك الشيلانات حضرتك بس خليكي معايا كده. في سيادتك الشيلانات اللي هي غاليه اللي هي الدوله المصريه. بيبقى فيها صوره خيال الملك فاروق. قلت لي تاريخ معين. ما هو الاصدار الاولاني شيلن بتاريخ معين سنة. بصي الاصدار الاولاني اللي هو الدوله المصريه ده اللي غالي. هتلاقي سيادتك هنا اهو. لا مش موجود. لان ده حاجات دي ما تجيبهاش هنا في السوق. تيجي تبص في الخيال هنا خيال ابو الهول.
هنا بقى خيار الملك فاروق بيبقى في الحته دي ومكتوب علينا الدوله المصريه 40,000. ده طبعا ما انطبعش منه الا باكو واحد، دي غالي لان ما انطبعش منه الا باكو واحد، لكن دي ب5 جنيه. دي ب5 جنيه وب4 جنيه، هي حالتها كمان سيئه جدا. حالتها سيئه وتوقعها لسه جديد مع محمد غريب. كل اللي هنا ده شغل قديم، يعني ايه بنبيعه مثلا واحد عاوز ظروفه تعبانه معهوش فلوس بنبيعه له، يعني يبقى إيه هوايه كده. ايوه بس دايس على السلم. اتفضلي ست. معاك ايه تاني؟ عاوزه سعودي؟ الناس عايزه تعرف الاسعار. وده ربع جنيه برضو كسبتك. ده ربع جنيه؟ مصري. كمة الورقة ديت بتختلف عن دي، دي حالتها حلوة، لما تيجي تبص للداير ده، الداير ده نضيف. فرق شاسع. فاسع. يعني ممكن أنا أزود 10 جنيه عن ده، عن الفرق ده، وهو ربع جنيه وربع جنيه. أيوة كمة الورقة، وفي أحلى من دي كمان. في أحلى بيبقى ما فيش فيه برضو الصفار ده. لأن هي كمة العملة في حلاوتها، في نظافتها. دي تاريخها إيه كده؟ مش متطبقة عليها ورق. دي بدأ من 78، الإصدار الأولاني 73، في ثلاث توقعات له. دي محمد إبراهيم وفيه نظمي وفيه أحمد زيزو. التوقيع الغالي اللي فيه نظمي كان محافظ البنك، بيبقى بنقول عليه الإصدار الأول. تمام، وسعرها بيوصل من بيوصل لو نظمي وحالته حلوة بيوصل 60 جنيه و70 جنيه. وأقل حاجة فيها؟ أقل حاجة فيه ب 15 جنيه. برضك الربع جنيه، الربع جنيه الازرق ده، الربع جنيه الازرق ده الاصدار الاولاني برضك بيعمل فلوس، بيعمل 100 جنيه حسب حاله. حسب حاله الورق دي، حالتها الجوده بتاعتها 60%. بيعمل كام؟ 100 جنيه الانصر بتاعه. كده كده ال 100 جنيه ده الملك. لا مش ايام الملك دي، من بعد الثوره، من بعد دي اتعمل ايام جمال عبد الناصر. ده اتعمل ستك ايام جمال عبد الناصر، بادئ من 64 الاصدار الاول. ده 66، ده الاصدار الثاني. ده احمد زيزو اللي مضى عليه. تمام، ودي حالته رضيئه شويه. حالته رضيئه، يعتبر بنقول 50%. بكام ده بقى؟ يعني على حالته كده يعملوا 30 جنيه 35 جنيه بالحاله دي. بالحاله دي. طب لو حالته كويسه؟ لو حالته جديده يعملوا 100 جنيه 120 جنيه. عندي بارزه دي برضو توقعات. ليه بنقول عليها توقعات؟ عندي دي بارزه اسمها ايه؟ اللبني. اللي هي محي الدين الغريب. ماشي؟ محي الدين الغريب. الناس شوف قاعدة تسمعك ازاي؟ محي الدين الغريب مضى على اثنين، مضى على اثنين، مضى على واحدة برتقاني وواحدة لبني. ماشي. طبعا الإصدار اللبني أغلى من البرتقاني، ده الإصدار الأول. تبدأ البارزة برضك من 10 جنيه. لو حالتها جودتها تعبانة زي ديت ب 3 جنيه. اللي هي ست. دي جودتها، دي جودتها 50%. ده برضه كان محافظ تاني، وزير الماليه تاني. الناس بتقول لك احنا عندنا عملات قديمه، نجي لك ازاي؟ قول لهم عنوانك ايه؟ والله يا سيادتك احنا بنقعد في الشيخ حسنين، بنقعد في المحله الكبرى وبنفرش في السوق. حالك اصلا من المحله؟ اصحابي عاوزوا مني عملات بدلهم، بنبدل حاجه مع بعض. ميدان الشيخ حسنين السبت والثلاث؟ لا، ميدان الشيخ حسنين السبت والثلاث، بس السبت اساسي. في المنصوره؟ وعندنا في المحله برضك في سوق الجمعه برضك بفرش هناك برضك. لا يا حاج ماشي سهل. اسمه شارع جبنات الله. ماشي شارع جبنات. انا بحج على اسم الشارع اصلا. البرزه دي بتبقى غاليه شويه. معروف بيكم، معروف بيكم. البرزه دي بتبقى غاليه شويه. لان دي عبد الهادي. عبد الهادي عبد الهادي. مش مشكله. تاريخه ايه؟ طيب تاريخه ايه؟ هي بصي كانت بالنسبه للمحافظين لوزاره الماليه كان بيحصل كل 3 4 سنين في تغيير وزاري. في حاجه اسمها كلمه قفل ومفتاح. يعني بنقول عليها ليه كلمه قفل ومفتاح في العمله؟ العمله دي بنقول عليها كلمه قفل ومفتاح، ان محافظ مشي ومحافظ اصدر مكانه. فهي دي بتفرق في العمله ما بين وزير الماليه وماليه، وزير الماليه مشي ووزير الماليه جه. دي بقى اسعارها يقول لي؟ برضك من 20 ل 25 جنيه لو حالتها انصر، على الحاله دي بتعمل 5 جنيه. اذاعه وتلفزيون. ايوه. قول لي كده وده عملات لبنانية قديمة.
اكتر حاجه الناس مقبله عليها المصري الملكي عشان نادر والمميز. المصري الملكي معلش عليه طبعا في الانظر بتاعه في الورق وفي الحاجات دي. معاك حاجه ثانيه؟ معايا الخير كله طبعا. ده عملات برضو دول أوروبية. في حاجة بس تديني مساحة أيوة شكرا. وده إيراني الإصدار الإصدار دي 2000 إيراني. 2000 إيراني؟ يعني بتبدأ برضو كل ورقة من 25 ل 30 جنيه. إيران خوميني ما شاء الله كل اللي واقفين معاك عندهم خبرة. فاهمين طبعا. فاهمين بالظبط. الناس بدأت تفهم الحاجة وكل واحد النت النهاردة عرف الناس كلها هي عاوزة إيه. حضرتك يعني بتهتم برضو انك تيجي تشتري انا طبعا مش شرط هو مثلا عنده حاجه بيبيعها بتاع ايوه بتبيع وده صومالي تمام. ده الورق بالنسبه لاي ورق من دول العربيه الاجنبيه يعني بيبدا من 20 ل 30 الاصدار بقى اللي هو 1800 ده هو اللي غالي يعني الناس, الناس معاها يعني عمله عراقي كتير الورق دي بقى ايام اللي الناس شويه العمله العراقي لان الناس بتهتم بالعمله العراقي العراقي بالنسبه لصدام الناس بتاخده كمان بنت بيوتها من مصر والخير كان كلته كلام من ده فالناس بتحب تحتفظ به. قولي بقى كده تاريخ مثلا بشكل عام كل عمله في الدينار العراقي سعرها عشان اللي حابب هو سيادتك الدينار العراقي من احسن عمله فيه ما بتزيدش عن 50 جنيه. احلى حاجه فيه بجودته بس هي صوره صدام يعني اللي ماشيه شويه. الناس كانها بنت في ايام صدام وشافت الخير في ايام صدام فالناس حباه. السوق الورق اللي عليها صوره صدام. قلنا انا وريتها لك ست. وريهالي كده تاني. معاك على الموبايل؟ لا دي مش عليها صوره صدام. ايه دي الست كده؟ ايوه دي اغلى حاجه في يعني بتبدا الورقه من 25 ل 30 جنيه حسب برضو لا اصدار اول ولا اصدار تاني برضو. والراجل ده كان ممكن يخرج على مصر وفتح مصر وكلام من ده وبنت البلد منه والناس كلها حباه يعني بتحبها عشان ذكرى له. الله يرحمه. عايزك بقى تقول لي تاني عشان في ناس داخله لسه عايزه تعرف اسعار العملات بالنسبه لنا العملات المصري بقى الملكي الملكي من يبدا يمسك لي ورقه تاني معلش. احنا قلنا سيادتك اللي هي الحمراء ديت الاصدار الاولاني بيبدا من 200 جنيه ل 50 جنيه. تاريخها اسمها كام؟ دي سيادتك اصدارها بيبدا من امين فكري. دي امين فكري؟ لا دي حاليا مش امين فكري، امين الفكري ده عبد الحكيم الرفاعي. تمام. اسمها ايه العمله دي بقى؟ اسمها ال 10 جنيه الاهلي. بنك الاهلي. بنك الاهلي. دي كده حالتها متوسطه؟ ده حالتها يعتبر 40%. 40%. بعد اذنك يا عم احمد الخمسه جنيه دي برضه حلوه. احمد زيزو. بس ده مركزي مش اهلي. بتفرق ما بين دي بتبدا من 35 ل 40 جنيه برضه. بتفرق في ايه بقى؟ بتفرق بالجوده بتاعتها وتوقيعها. مين اللي وقع عليها؟ وده ربع جنيه برضه مصري محمد ابراهيم. ايام سبعة اعتبر اصداره بتاعه 73 او 78 لغايه 78 ثلاث اصدارات نظمي و اسمه محمد برايم. اتكلمنا على دي بصلي 10 جنيه البصل. 10 جنيه البصلي اسعارها هي لها توقعين في بيبدا من 100 لغايه 50. من 100 لحد 50. هو طبعا ده يعتبر كله ايه مركزي الملكي غالي وطبعا الملكي ما بيجيش في السوق لان ورقه شح من السوق مع ناس تجار معينه بس. والجمل اللي هو الجنيه الجمل التقليد مش الاصلي. وصل سعره كام؟ الاصلي ولا التقليد؟ لا التقليد احنا ننسى الاصلي بقى انه مش موجود في لا هو في سياده الجملين وفي جمل. قول لي الفرق ما
اللي في جمالين وجمل، يعني في اصدار الجمل ده الاصدار الثالث، الجمل الواحد الاصدار الثالث. وحاليا هنا محدش شافه، هو كان معايا اهو. انا كان انا استاذ من 20 سنه، كان في واحد اسمه عمي فتحي من 20 سنه وانا طفل، كنت كل جمعه اشتري منه جنيه جمل وجنيه معبد وجنيه ادريس. دي لا ثلاث جنيهات اندر، دول ما تلاقوهمش خالص. عايز تشتري التقليد اللي هو الجمل. التقليد بيعمل 50 جنيه. لا انت قايل لي من شويه مش عارفه كام الف. لا ما قلتش الف، اللي بقول لك التقليد اللي هي الورق الكوبي. الكوبي بالظبط. اللي هي مثلا تقليد له بنطبعها في الورق، وفي واحد معهوش فلوس بياخدها يحطها في المجموعه بتاعته. الكوبي بقى بكام؟ الكوبي بتاعه ب 50 جنيه. بس ورق يعتبر بتشتري ورقه، ما بتشتريش عمله. والفضه دي بقى؟ هو دي سيادتك بقى ملاليم حسين كامل وملاليم فاروق وملاليم فؤاد. هات الحته الحمراء، الحته الفضه اللي معاك دي يا عم احمد، ده واحده. معلش يا عم احمد تعبان سامحني. دي سيادتك دي عيد الجلاء. ده 50 اه ده عمله تذكاريه اسمها الجمهوريه المصريه. دي فضه قيمتها ان هي فضه، وفي نفس الوقت انشات في عيد الجلاء. بكل حاجه في مصر بيبقى لها جنيه تذكاري. انشاءات شكلها مميز جدا. نظيفه جدا. بس الناس مقبله على العملات التذكاريه. في ناس بتحب تجمعها. دي بتبدا سيادتك ايه بجرامها، هي مثلا بيكون بوزنها مثلا تعمل لها عيد الجلاد يعملوا 25 جرام، تبدا من 250 لغايه 300 جنيه لانها فضه. ايوه فضه قيمتها فضه. وهتعاوزه تعرفوا الفضه من المعدن، خليكي معايا كده سيادتك. احنا بنعرف الناس، ما بنخبرش على حد في المعلومه لان احنا بننتظر. دي سيادتك اي عمله فضه، اي عمله فضه تعرفها ان هي فضه، بتحكي ايدك فيها كده ان ايدك اسودت يبقى فضه. شفت سيادتك بعرف الناس ازاي، معلومات محدش يعرفها نهائي. شوف سيادتك ايد اسودت اهي فضه فضه. تمام. اما اجيب سيادتك حته تانية هي معدن واحكي فيها هي ملكيه ومعدن، مهما احك عمر ايدي ما هتصدي ولا هتلم وساخه، عشان محدش يعرف ولا حد فيه خبره. شفت سيادتك، شوف الفرق ما بين ده وديت. انا بعلم المعلومه المفروض ما اقولهاش لان ده اكل عيش، بس انا ما بخلاش على المعلومه لاي حد. ما شاء الله عليك، انا بحترم حضرتك وبحترم. يا ستي انا استاذه، انا بحب الناس اللي واحده زي حالاتك من الناس المحترمه اللي هي بتيجي تعمل لقاء مع ناس فاهمه. حاجه تانية؟ معاك حاجه تانية؟ جينا بيها ولا ايه الوضع؟ والله انا معايا حاجات بقى اوروبيه وملكيه. يعني انت قلت لي الملكي هو اللي ماشي، هو واحد سيادتك في سيادتك حاجات تانية زي دي كده. مساء الخير كله، لان انا واخدها هوايه. مش واخدها حضرتك بقالي 22 سنه. 22 سنه. وعندي عندي اكيد برضو حد، يعني انت اكتسبت بقى المهاره دي من حد صح؟ هو حبيبك اقول لحبيبني فيها سيادتك اصحابي لانهم كانوا سيادتك كانوا غاويين. استنى ارفع كده. واشتريت كتب من المهندس مجدي حنفي لان ده استاذي ومعلمني العمله. كتب عن العمله، عن العمله اصدارتها وانشات ومين اللي مقى عليها واتعامل منها كم نسخه. هذه سيادتك بتعمل دي سيادتك مثلا بنقول عليها براز انصر، انطبعت من البنك ما اتدولتش. ليه بنقول ان هي انصر؟ ان هي انطبعت من البنك ما اتدولتش. شيلينات. ممكن حضرتك تطلع لي واحد كده؟ لا شايف كمان اهتمامك انت محافظ عليه. طبعا، لان انا اهم حاجه ان هو العمله ما تتلمس. الشيلين ده بيبدا مثلا ايه لما يكون حالته انصر بالبق. ايه ده؟ هو اعتبر اخر اصدار شيلين نزل اللي هو 2008. اخر اصدار. اسعاره ايه دي؟ ده من 5 جنيه 4 جنيه. ما بشوفش ده كتير، بس كمان حالته حلوه الناس بتاخده تحطه في المجموعه بتاعتها. ايوه عند سيادتك زي ده كده. شوف سيادتك عندي 2 مليم سنه 60 انصر، شوفي كانها طالعه من البنك ما اتدولتش نظيفه. شوف المليم عامل ازاي؟ فئة الواحد وفئة الاثنين. معاك من ده واحد قديم؟ معايا قديم. طب جيب لي واحد قديم جنب الجديد كده؟ حاضر. هوريلك ده وهوريلك ده.
كل ما يكون حالته عاليه استوعب يا جماعه ان الاسعار على حسب جوده العمله مش سعر ثابت. كل ما يكون عمله نظيفه بتبقى ساتك. دي نظيفه اهو، ده بنبيعه ب 10 جنيه، الثاني ب 5 جنيه ب 3 جنيه حسب، لو حالته نظيفه بيعمل فلوس. في سيادتك برضك برايه زيت اسمها برايه تذكاريه، نشأت في مصر تذكارية. اه طبعا البريزه كل ما يكون حالتها حلوه كل ما يكون سعرها حلو. دي سيادتك كل منشاه من دي، في بنك الطعام، في المراه، في شركه مصر، كلها دي تذكاري. انا بقلب لك على اللي هم تذكاري اهو، قناه السويس، منشآت المراه العربيه، كل دي منشآت حسب برضك حاله سيادتك، حتى حسب حالتها. طبعا دي حالتها نظيفه ومفيش فيها سمار، مفيش فيها حاجه، نظيفه بنتمسك فيها، بنبيع الواحده بخمسة جنيه. لو حالتها لو حالتها تعبانه تعمل واحده 3 جنيه يعني لا شيء. بس طبعا لو حد معاه كميه بيفرق الموضوع طبعا. وده سيادتك اللي انت قلت لي عليه اللي هو جودته تعبان، لان قلت لك ده ب 10 والثاني ايه؟ طبعا يعني ده لا من سمار، اللي معاه الثاني انصر، اللي ببيع ده مثلا بخمسه والثاني ب 10، لان ده مثلا هو ده نفس السنه بس الثانيين متحافظين عليه. الناس مبسوطه منك ومبسوطه من شرحك. الناس انت بتدي لهم برده من خبرتك وفي طبعا وفي مثلا مليم زي ده برده، لان ده اتنشأ عبد الناصر وده اتنشأ السادات. ده اسمه النسر وده الصقر. ده النسر وده الصقر. ده ايام السادات وده ايام عبد الناصر. الاسعار ايه بقى؟ ايوه سيادتك ده بيبدا من 5 جنيه. وفي مثلا 10 مليم اللي هي زي دي سيادتك. حالته الرضيئة دي حالته الرضيئة، لأن هو قديم، النهارده بقى له 40 سنة. الناس بتقول لك البريزة والشيلن. البريزة والشيلن سيادتك. احنا اتكلمنا عنهم صح؟ البريزة والشيلن سيادتك بيبدا من 5 جنيه ل 10 جنيه، هي الوحيدة اللي غالية الدولة المصرية. معاك الدولة المصرية؟ لا دي غالية، ما حدش بيجيبها هنا. يعني البارزه ممكن تعمل لها من 10 ل 7000. اللي اغلى حاجه ويكون حالتها انصر. انصر ان هي ورقه طلعت من البنك ما اتدولتش، لا عليها كتابه ولا عليها تقطيع. العنوان فين؟ عنوانك فين؟ قول للناس عنوانك فين. عنواني في المحله الكبيره قريه الرهبان. لكن احنا دلوقتي في المنصوره. في سوق الشيخ حسنين. الشيخ حسنين السبت ده اساسا. اي حد عاوز ورق ملكي قديم موجود، بس ايه يتفق معايا الاول. وده بقى سيادتك ساجات وقروش اللي هي ايه اخر حاجه بقى اللي هي اتلغت خالص، بنبيع الواحده بجنيه، حاجات رخيصه يعني. في ساجات زي دي المونيا، 5 المونيا وده 10 مليم المونيا، وده نص فرنك، وده باريزه. شغل كله ده شغل جديد بقى، بنقول عليه جديد. الحاجات دي انت بتاخدها من الناس برضو؟ بناخدها من الناس بقى، ممكن بالكيلو بتاع، لان هو رخيصه. هي بالذات اللي هي الحاجات المعدن بتتباع بالكيلو. اللي هي سيادتك زي السجات والقروش والكلام من ده. عايزينك تقول لنا الاسعار بسرعه قبل ما عم احمد يجي ويزعق لنا. اللي انت عاوزاه تقولي، ما انا قلت لك على اهو. قول للناس تاني بسرعه قبل ما عم احمد يجي. ده بتبدا من 100 ل 150. في حد بيقول لك اقدم 100 جنيه، في هنا اقدم 100 جنيه؟ لا، في 100 جنيه اللي هي مثلا 400 اتلغوا قدام. تمام. 100 الملك فاروق اللي غاليه تبدا من 4000 ل 5000. 100 الملك فاروق؟ 100 الملك فاروق. الملك فاروق لها ايه دي؟ سيادتك الملك فاروق صورته انت بتبقى هنا اهو. صورته هنا. هنا صورته. زي الورقه اللي كانت مع عم احمد ده. ديت معلش يا عم احمد ما تخافش. بص ديت 50 جنيه الملك فاروق، بس دي كوبن. دي كوبن. ده كوبن. ده كوبن مش اصلي. بص صورته. نعرف ازاي بقى الكوبن دي كوبن. بص الورقه، بص اهي باهته. باهته. باهته وبتاع. بص اللون بتاعها يطلع في ايدك. باهته. عم حاضر هجيلك. دي بتعمل لها لو اصليه تعمل لها 5000 جنيه. لو اصليه. 5000 6000 جنيه. حسب حالتها برضه. ده كوك اللي مضى عليه محافظ انجليزي.
ايام الاحتلال الانجليزي. لكن دي عشان مش اصليه. اه سنه 49. في الملك فاروق الوحيد اللي طلع في مصر عملات له ورقيه، فئه ال100 جنيه، خليك معايا، فئه ال100 جنيه وفئه ال50 ما عملش لل10، عمل للخمسه وعمل للجنيه والشيلي والبريزي. ده الملك فاروق. اه جيب كده عملات ثانيه. وده الاصدار الثاني بعد الجنيه ابو جمال، اسمه جنيه المعبد. جنيه المعبد. المعبد كان فيه معبد يهودي اصدر سنه 1898، ده الاصدار الثاني. وش. اه فهمني. وده وش، ده ظهره، ده ظهره. اه مكتوب على البنك الاهلي. ده مميز. اه مميز، لان دي لو شفت الاصل بتاعه احبار فوق ما تتصور. يعني دي اه دي اللي مش الاصليه، دي الساتك اللي مش اصليه. الثاني احباره رهيبه، لان كان دي ورق كتان اصلي كان بيتعمل في مصر. لكن دي مش الاصليه. دي مش الاصليه، الاصليه طبعا هي لها عند ناس، ولو حد بالطلب بجيبها وبيدفع لي عربون. الاصليه قلت لي بيوصل سعرها كام؟ جنيه المعبد دي من 14 ل 20,000 حسب حالته. الاصليه. الاصليه. لكن دي مش اصليه، توصل سعرها كام؟ دي 50 جنيه 30 جنيه 30 جنيه. لونها يطلع في ايدك تبقى باهته كده. ده ورق كوبن كمان شاحح من السوق، الناس بتطبعه في المطبعه على ورق. ما هو كان حد قال لي ان العمله المصريه اسهل، اكتر عمله بتتقلد، اسهل عمله بتتقلد بعكس العملات التانيه. ماشي بس ما اعرفش يقلدها، دي سيادتك دي ورقه. شوف الورقه دي الاصليه من الاصليه، بص للورقه وبص لدي ساتك، حسس انت كده ساتك، هتلاقي دي ورقه نتيجه. اه وده ورقه عاديه، بص للورقه دي ودي دي الاصليه ما بين الثانيه. الموضوع ده محتاج خبره. احنا خدامينك يا عم احمد. عم احمد كمان ما باعش النهارده زعلان. ما باعش يا جماعه، تعالوا اشتروا. تعالوا اشتروا. ورقه عندك جوه ايه؟ هي عندك. اه ودي سيادتك الاصدار، ده الاصدار الثالث، جنيه اسمه جنيه الجمل. ده الجنيه الجمل اللي بكام ده؟ ده بيعمل من 13 ل 20,000. وده والوش والظهر بتاعه، ده وش وده الظهر. ده كوبن برضك مش اصلي. ده كوبي بالظبط. ده كوبي. لو حد عاوز الاصل ده اجيبه له. ده الكوبي بكام قلت؟ الكوبي ده ب 50 جنيه. امال ايه ال 12,000 بتقولها دلوقتي؟ ما هو ال 12,000 الاصلي. الاصلي. ده كوبي. اه ده الكوبي. الكوبن ده بنقول عليها تقليد. تقليد. تقليد في العملة. أيوة. تقليد. اي خدمة تانية يا استاذة انا تحت امرك. معاك معاك الناس حضرتك. خد يا عم احمد. بس مش عايزين نضايق عم احمد. عم احمد بيتضايق. عم احمد ما باعش بقى والنبي يا استاذة معلش. حاضر احنا كنا واثقين بوجودنا وحضرتك يعني وكنت ولا انا ضعت امرك وعاوزه تعملي معايا لقاء في المحله، تعالي لي واوري لك ورق نظيف. انا ضعت امرك يا ابو عظام. كنا معكم مشاهدينا من سوق الشيخ حسنين بمدينه المنصوره، عرضنا لكم اسعار العملات القديمه بكل انواعها المصريه والعربيه والاجنبيه. شكرا لكم على حسن المتابعه.